نحن في ديبسلوت ضاحية خارج جوهانسبورغ على بعد 50 كيلومترا. يقع ملعب سوكر سيتي حيث سينظم الحفل الكبير لانطلاق كأس العالم 2010 وحيث ستلعب المباراة النهائية، لكن يبدو أننا سنكون في عالم آخر. الأمن في جنوب إفريقيا تجارة كبيرة. الأثرياء يعيشون في مركبات آمنة مطوقة غير مرئية من الشوارع. في المخيمات العشوائية التي تتواصل في النمو حول ديبسلوت هناك قصة أخرى للحكي. الجريمة هي المخرج الوحيد من هنا. كيف يحمي المجتمع نفسه هنا؟ حسناً، المجتمع أصبح يطبق القانون بنفسه لأنه فقد الثقة في الشرطة، ففي أغلب الحالات يتم القبض على شخص ما ويسلم للشرطة التي تطلق سراحه بعد يومين ليكون حراً في الخارج وفي الشوارع. هذا ما يغضب المجتمع. إذن ماذا ينتج عن ذلك؟ ذلك يؤدي إلى عدالة الغوغاء. عندما يشتبه بأحد يقبضون عليه ويضعون حوله إطار عجلة يرشونه بالبنزين ويضرمون النار فيه. إذن هم يحرقون الناس أحياء. يحرقونهم أحياء. يمكنهم القيام بكل شيء مثل رشقهم بالحجارة واستعمال أدوات حادة حتى يفقد الشخص وعيه ثم يحرق. في النهار هنا يوجد عدد كبير من الناس، رجال، نساء، أطفال، محلات، ناس يمشون في الشوارع، وجوه بشوشة. عندما يخيم الليل ماذا يحدث؟ عندما يخيم الليل الأمر خطير. المستقبل ليس جيدا بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون هنا لأننا نعاني نقصا في الخدمات الأساسية، لذلك ستكون هناك مظاهرة احتجاجية ستنظم قريبا. إذن ماذا تظن أنه سيحدث هناك؟ المظاهرة غالبا ما تكون عنيفة، إنها تميل إلى أن تكون عنيفة. لماذا تعتقد أن هناك اشتراكا بين السياسة والعنف؟ حسناً، في الماضي كانت الاستراتيجية الوحيدة التي استعملها INC لمحاربة النظام السابق هي اللجوء إلى رقصة الحرب في الشارع وحرق إطارات العجلات، وهذا ما تجذر في الشعب وأصبح طريقة يعبرون بها عن غضبهم. ماذا عن هذا التدفق للزيمبابويين القادمين إلى جنوب أفريقيا من فوضى موغابي؟ عددهم كبير جدا، في الحدود يقفزون على السياج وهناك توجد شاحنة بسائقها في انتظارهم لتنقلهم إلى جنوب أفريقيا، وعند وصولهم يحصلون على كوخ ربما يؤوي 20 أو 15 فردا. ليسوا أحرارا للقدوم إلى الكوخ أو الخروج منها. إذا تم دفع المال حينها يستطيع الشخص الخروج منه ومغادرة المكان. إذن يغلق عليهم. يغلق عليهم في الكوخ حيث يوجد دلو يستعمل كمرحاض، وفي بعض الأحيان يحدث أن تكون بينهم امرأة، مما يتسبب في حدوث اعتداءات جنسية، اعتداءات تم الإبلاغ عنها لدى الشرطة. هم يأتون هنا إلى جنوب أفريقيا من أجل حياة أفضل. سيحدث الكثير بعد كأس العالم. تتذكر قضية كراهية الأجانب في مايو من العام الماضي؟ أجل، أظن أن ذلك سيحدث ثانية وسيتكرر. الناس يهدئون اللعب فقط لأنهم يريدون حماية كأس العالم ولا يريدون أن تصور جنوب أفريقيا كدولة سيئة، لكنها في شفاه الناس فهم ما زالوا يتحدثون عن ذلك.